اختلف العلماء في السواك للصائم بعد الزوال، اتفقوا على أن السواك قبل الزوال مشروع له كسائر الأيام، أن السواك قبل الزوال مشروع للصائم كسائر الأيام، وإنما اختلفوا في السواك بعد الزوال، فكرهه للصائم الشافعية والحنابلة، فقالوا إذا زالت الشمس كره للصائم أن يتسوك. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي أن يزيله. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يستحب للصائم أن يتسوك في أي ساعة من اليوم قبل الزوال وبعد الزوال، واحتجوا بحديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الترمذي، وهو نص في المسألة، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ ناصر وغيره، لكن يغني عنه الأحاديث الأخرى في فضل السواك، كالأحاديث في فضل السواك عند الوضوء وعند الصلاة، فإنه لم يخص منها زمن عن زمن، بل تشمل رمضان وغير رمضان. وأما قولهم إنه يزيل خلوف فم الصائم فهذا خطأ، لأن خلوف فم الصائم من المعدة وليس من الفم، ولذلك نقول رائحة فم الصائم لها سببان، السبب الأول صيامه، وصيامه في معدته، والسبب الثاني تغير رائحة فمه كسائر الأيام، إما للسكوت وإما لبقايا من الأصل موجودة. فأما تغيره للصيام وهو الممدوح فلا يغيره سواك ولا غيره، ولا يذهبه سواك ولا غيره، لأنه في المعدة. وأما ما في الفم فإن تطيب الفم مشروع في كل وقت، ولذلك الصواب ما ذكره الإمام مالك هنا أنه يستحب للصائم أن يتسوك في أي ساعة من ساعات النهار.